اهلا بكم متابعي انفا سيفي، رجعنا لكم بلقاء جديد. لقاءنا اليوم لقاء فني، واللي معنا اليوم فنان. ومني كندوي على الفن فهي كيستحق هذه الكلمه لانه بدع في عده مجالات فنيه. هو كاتب سيناريو، مخرج، ممثل وحتى منتج. معنا اليوم سي حميد باسكت. اهلا بك سي حميد. شكرا شكرا على هذه الاستضافه، وشكرا انفاس على كل الاشياء اللي يقوموا بها باش يزيدوا بالقدام بالمبدع والمبدعين المغاربه، ونتمنى نكونوا خفاف على عند المتفرجين. سي حميد، في البدايه غنبغيو نهنئوك بالفوز ديال الفيلم ديالك صمت الفراشات. الفيلم يعني رغم انه صدر هذه اعوام هذه، الا انه تعود توج المره، يعني المرات متعدده، والتتويج الاخير ديالو كان في مهرجان فيمي للسينما السينمائي للفيلم. وهذا التتويج هذا جاء مؤخرا، فشنو كان الاحساس ديالك بالتتويج مجددا ديال الفيلم ديالك من بعد ما توج بعده جوائز دوليه ووطنيه؟ والحق التتويج ما كنتظرو، خاصه وانه جاء في واحد المهرجان اللي كانت فيه المشاركه ديال 3000 ديال الافلام من العالم بأسره، فكان أعتقد بأنه كانت بالنسبة لي فرصة سعيدة أنني يحصل الفيلم صمت الفراشات على هذه الجائزة، وحصل على جائزتين، حصل على جائزة أحسن مخرج، وحصل كذلك على الجائزة الثالثة الكبرى للمهرجان. فهو تتويج كنهديه لجميع الفنانين اللي اشتغلوا معي في الفيلم، وكذلك التقنيين اللي بذلوا جهد كبير باننا نوصلوا لهذا المستوى المتميز، لا على المستوى الصوت، لا على المستوى الصوره، لا على المستوى الحبكه الدراميه والابداع التشخيصي للممثلين اللي اعطى قوه للعمل. كنشكر كذلك السيده السفيره زكية الميداوي اللي هي كانت وراءها تقديم هذا العمل، واتصلت بيا قالت لي واش يمكن نساهموا به ونشاركوا به في المهرجان. قلت لها الف مرحبا. وكنشكر كذلك الوزيره ديال وزيره عواطف حيار، اي اكزاكتومون، كنشكر السيده ديال الوزيره عواطف حيار على الاستقبال الاخير اللي بالفعل كي يعبر على اهتمامها بكل الاعباء الابداعيه اللي كتمس بالمراه وبالطفل وبالاسره بصفه عامه، وهي مشكوره على هذا الاستقبال وهذه التهنئه، ونتمنى ان شاء الله نكونوا دائما في خدمه الوطن. احنا عارفين معلومات وتفاصيل هذا اللقاء، ولكن نبغيو ان المشاهد يعني تشارك معاه تفاصيل هذا اللقاء. كيفاش داز هذا اللقاء بينك وبين السيده الوزيره؟ شنو هما ابرز المواضيع اللي تم التطرق لها في هذا اللقاء؟ هو اولا كانت تهنئه من السيده الوزيره واللي اكدت انها تستقبلني لذلك، وبطبيعه الحال تحدثنا على دور السينما ودور الصوره في الترويج المواضيع الاجتماعيه ومواضيع الاسره، وثم باش نخرجوها من ذاك الصوره النمطيه اللي اعطيناها للمراه، ونعطيوها صوره جديده وصوره تليق بها، صوره تصلح بها وتليق بها، وكذلك صوره تعطينا التشارك ديال اللي كيتم مع الرجل، وثم كيف انها استطاعت كوزاره وكوزيره اللي قامت بالشغل على جميع المراكز، اللي خلقت حوالي 80 او 90 مركز اللي كيهتم بقضايا الاسره والمراه بالخصوص. هذا شيء جميل وانا اعجبت بذلك واقدرها واحترم على ذلك. ثم من غير هذا لست عند الوزيره واحد الشيء، ما كاينش تحيز للمراه على الرجل. كاين برنامج حاليا سموه جسر اللي باش يخلقوا واحد البون باش نشوفوا نكون، وهذا اللي كيعجبني وعجبني عند الوزيره انه كاينه لمسه خاصه ديالها. فكنعتقد انني الى جا وزير وما خلاش البصمه ديالو، ما خلاش رؤيه بطبيعه الحال باخذ الاعتبار لما حققه الوزير السابق او الوزيره السابقه من قبلها او قبله، كيبقى تساؤل كبير: لمن نشتغل؟ كيف سنشتغل؟ كيف سنطور؟ كيف سنخلق مجتمع حضاري والصوره اللي كنأملوا لها، ونحاربوا واحد الطرق المتعدده اللي تمس
للمجتمع المغربي وكتمس لوطننا. وهذا الوطن أؤكد عليه لأنني لمست فيها وطنية قحة وحقة في الحديث ديالها, في رغبتها في أن الفنانين يقدروا يواكبوا المشاريع ديال الوزارة باش يمكن أنهم يروجوا لها, خاصة وأن الميديا حاليا والمواقع الاجتماعية كلها كتشتغل وكتوصل الصورة والصوت والرسائل بواحد القوة. إذا لما لا جميع الوزراء وجميع الوزارات, يعني الاستفاء أنها فاهمة بأن الفنان عنده مرتبط بجميع يعني المواضيع أو لجميع المواضيع الاجتماعية, يعني هو جزء من المجتمع وهو اللي كيوصل يعني أفكار اللي ممكن أنها تكون مرتبطة بوزارة الرياضة, وزارة الثقافة أو غيرها من الوزارات. وتكوين السيدة الوزيرة واحتكاكها بفرنسا واشتغالها مع متخصصين دارية بأهمية إشراك المبدع والفنان في التوجه ديال استراتيجية ديال الوزارة أو حكومة بصفة عامة, على اعتبار أنه في إيطاليا في فرنسا في كل البلدان كنشوفوا بأنه مواكبة المبدع والفنان في تظاهرات كبرى كتعطي قوة. والدليل هو أن في مهرجان مراكش للسينما أو في المهرجانات الوطنية كنلقوا أن الحضور الفنان دائما يضيف إضافة ونوعية للمهرجان. دائما ما يمكنش نشوفوا واحد تظاهره ونديروا لها نخلقوا لها واحد الاشعاع ونخلقوا لها واحد التواصل مع الجمهور لما كانش الفنان, لان الفنان هو الترمومتر المقياس عند المتفرج انه باش يشوف واش ان فريمون هذاك البرودوي اللي كيقدموا ليه ولا اللي كيشارك فيه كيشوف هو نفسه فيه. فهو كنشوفوا ان السيده الوزيره من هذا اللقاء ما جاش اعتباطي, وانما لان الفيلم ديالكم هادشي اللي غنشيروا ليه باش يعرفوا الجمهور ان الفيلم ديجا كيتناول مواضيع اللي عندها علاقه بالعنف ضد المراه ومواضيع اللي حساسه في المجتمعات, بيدوفيليا وغيرها من المواضيع. فهاد اللقاء جا على هاد الخلفيه. بغينا من هنا غنطلقوا وغندخلوا لعالم السينما. عالم السينما بما ان كندوي على فيلم سينمائي, فبغيت نعرف شنو التقييم ديالكم للسينما المغربية الآن. كنشوفوا أن أعمال كثيرة اللي كتوج عالميا ودوليا ووطنيا, فوش هذا كيعني أن السينما المغربية قدرات أنها تحقق المبتغمين؟ بين قوسين أنا ما ديش ندير تقييم, أنا ليس من تخصصي أنا كمبدع أنا نقيم عمل ديال مبدع آخر, وخاصة على مستوى الصورة والأثير وعلى مستوى ترويج هذا, فكيبقى هذا من تخصص ديال النقاد السينمائيين واللي هما اللي خصهم يديروا تقييم المراحل اللي وصلت لها السينما المغربيه وكيفاش بدات. ولكن هذا لا يعني ان لا ابدي رايي المتواضع فقط. فالسينما المغربيه عرفت اشواط, قطعت اشواط وتطورت, وخاصه دابا كنشوفوا المشاركه ديال المبدعين المخرجين وديال الممثلين في التظاهرات والمهرجانات الدوليه, حقوا واحد القوه وحقوا واحد المكسب للسينما المغربيه. كنشوفوا كذلك واحد الجيل ديال الشباب سينمائي متكون في معاهد دوليه ووطنيه حقق واحد القوه ولا معترف به دوليا في المهرجانات. كنشوفوا الافلام المغربيه كتحصل على واحد الجوائز متعدده ومهمه وكيشاركوا في مهرجانات متميزه, كان برلين فينيز, الحضور كذلك ديال المخرجين والممثلين والتقنيين في هذه المهرجانات كذلك على مستوى لجان التحكيم. كل هذا لا يمكن الا ننوه به ونقول لقد حققنا شيء, ولكن ما زال الطريق طويل, مشوارنا بعيد أمامنا, ما زال خصنا نضيف إضافات أخرى وخصنا نشتغل ونجتهد ونطور القوانين ديال الصناعة السينمائية باش يمكن أننا نحقق على الأقل واحد الجيل, ليس لنا للجيل القادم, أننا نعطيه المشعل ونعطيه ليه في الطريق الصحيح. حين نتحدث عن القوانين السينمائية نعرف بأنه لحد الساعة جميع القوانين التي
أدارت أو سطرت الحقل السينمائي المغربي. كترجع للسبعينات والثمانينات والتسعينات بعد التغييرات الطفيفة التي وقعت عليها، وكذلك بمشاركة الغرف المهنية والجمعيات المتخصصة. ولكن كيبقى أنه نأمل أن هذا القانون الجديد اللي تشتغل عليه الوزارة الثقافة والشباب حاليا بمعية المتخصصين والمبدعين أنه يعطينا أكل ويعطينا صورة ونظرة واستراتيجية جديدة مواكبة للتكنولوجيا الحالية اللي كنخلقوا بفعل سينما قوية. أعتقد أنه عندنا نقص في مدارس التكوين والمعاهد للتخصص، وبالخصوص حين نتحدث عن السيناريو، لأنه هيتشكوك يقول لك فيلم هو أولا سيناريو، ثانيا سيناريو، ثالثا سيناريو. بمعنى لما كانش عندك سيناريو قوي أساس وسيناريو محكوم ومضبوط في الحكي ديالو، لا في السرد، لا في التركيبة، لا في هذا، راك ما غاديش تقدر يكون عندك فيلم مزيان. إذا بمعنى أننا خصنا نحدثوا مدارس التكوين في السيناريو بالخصوص، ثم نستندوا كذلك لبعض المؤلفين اللي ألفوا روايات واللي عندهم تخصص، ونجلبهم للسينما باش يمكن نحققوا على مستوى التخيل وعلى مستوى تعدد المواضيع، نكون عندنا واحد ريشاس قوية في الأعمال ديالنا. واش مع أو ضد أننا يشتغلوا هاد المؤثرين نولجوا للمجال الفني، ورغم أنهم كيف تقبل الموهبة وما عندهمش تكوين فني؟ أنا كنسمع كثير شي في بعض التعليقات، سواء في الفيسبوك، سواء في الانستغرام، سواء في بعض التصريحات ديال بعض الممثلين أو كذلك من الجمهور. أنا ما عنديش مشكل، هاد المؤثرين فيهم كتوفر فيهم الشروط اللي باش يشتغلوا معايا، ألف مرحبا. ان الشروط كتحكم فيها العمل الابداعي، كتحكم فيها الدور، واش فيه الخصوصيات، واش. وانا كنقول دائما بين قوسين، في بعض الادوار الثانويه او في بعض الادوار كذلك اللي اساسيه اللي موازيه مع ادوار اخرى اساسيه، يمكن نخلقوا المفاجاه، نعطيو الفرصه. ولكن لست مع هذا الحيت كيجيب لي لايك خلينا نحطه في العمل هر هكذاك. نو، انا شفت بعض المؤثرين وبعض الناس اللي كي هذاك، كنت شايف بعض الاعمال، كنت راضي على الاداء ديالهم، رضيت على الاداء ديالهم، وخا بعض المرات كاين فيه واحد النقص، لانه التكوين على مستوى التشخيص والتمثيل والانكارناسيون دان بيرسوناج باش تدخل فيه، راه فيها ميكانيزمات اللي كتحكم بسيكولوجيا سوسيولوجيا في العمق ديال التركيبه ديال الشخصيه، لا على مستوى الشكل، لا على مستوى. من كنتعاملوا مع محترف وكنتعاملوا مع واحد دار تكوين واشتغل سنوات لكي في هذاك المسار، نفضل انا شخصيا نتعامل مع هذاك واحد. وانا ما نفضلش نجيب ممثله ولا ممثل حيت من السوشيال ميديا اللي غيجيبوا لي العمل، هو اللي كيجيب ما كيجيبوش هما. هو كان الخطا، الناس غالطه في بعض العمل، لاكاليتي دو ترافاي، التميز ديالو والتالق ديالو كيجي من عوامل متكتفه مع بعضها، سيناريو محبوك، مخرج متمكن من الادوات ديالو، اداره انتاج قادره انها تواكب هذا المخرج باش تعطيه الامكانيات اللي تعطات لهم من التلفزه المغربيه او من المركز السينمائي او من جهات اخرى او من تلفزات خارج المغرب، باش يحققوا ابداع متميز فيه موسيقى اوريجينال اصيله، فيه رؤيه شامله للعمل الابداعي. من كتكون هذه الرؤيه الشامله، ماشي السوسيال ولا الممثل التقني. سي حميد، للاسف الوقت كيداهمنا، ولكن الحديث معك كان شيق، وما نختموش اللقاء ديالنا اليوم بلا ما نسولو واحد السؤال اللي محوري بالنسبه لينا. فانت كنشوف ان عندك واحد التعدديه في المهام، كنلقاوك فنان، مخرج، سيناريست، وحتى منتج. فكاين الناس اللي كتنتقد هذا الشيء وكتقول بان بلا ما نبقاو طفلوا على الميادين ديال بعضياتهم، واش انت مع او ضد؟ جوابي واضح، حين يكون العمل الابداعي فيه التمييز والتألق مضبوط، مثل فيه دير فيه اللي بغيتي، كتستحملوا مسؤوليتك.
ولكن انا شخصيا عندي راي اخر. انا مثلا في صمت الفراشات كنت كنوجد باش نلعب لو رول الدور ديال الطبيب النفسي واللي سندته سميتو امين ناجي. بالعلم انني اشتغلت عليه ووجدت ليه الخصائص اللي اشتغلت ليا بلا باغ بلي كوستوم كلشي. واحد الوقت قلت حبيب انت عندك مسؤوليه كبيره فلما لم نعطي فرصه للممثل وكذلك ممثل متميز وجيد باش يعطيني انا ونكون انا خارج الاطار باش نشوف تكون عندي روكار اكستيريور على الـ على الـ على الاشتغال ديالي ونتمكن فيه وضابطو وعارفو كيفاش غنمونطي كيفاش لي لوميير توسا لي كوستيم توسا. اذا الشطرسي انا عندي واحد الاشتغال كبير على مع الممثلين ومع الديكور ومع التقنيين اللي جاوا اللي كيديروا كلهم في مهامه. فانا قلت انه ما غاديش نمثل في هذا العمل. ركز على الإخراج. هذا لا يعني أنه المخرجين العالميين كيديروا مشاركة ديالهم، ولكن فيها حين نتحدث عن الأفلام العالمية نتحدث عن طاقم تقني كبير فيه 4 ديال لي زاسيستون، فيه ان ديريكتور ارتستيك، فيه ان دي او بي بلس دوتر ناس اخرين اللي حتى الا مثلتي راهم حاضينك وعارفينك باش ما يمكنش تخلط ما بين الاخراج وما بين لو بيرسوناج اللي كتحكم. اذا كتكون مرتاح وعندك واحد الاريحيه انك تشتغل لانه كاين ناس اللي كيشتغلوا معك باش يحضروا لك واحد الشيء معين. انا مع دائما انه المبدع يكون يدير تخصص معين في العمل، ولكن لست ضد ان يكون مخرجا هو في نفس الوقت ممثل، هو في نفس الوقت يكون يخدم على السينوغرافيا، هو في الوقت يكون عنده قارئ الموسيقى ويقدر انه يعطي رايه في الموسيقى، يكون كذلك منتج لانه درس الانتاج ومارس الانتاج لسنوات وسنوات. العديد من الممثلين صاروا مخرجين بحكم التجربه وبحكم انه توقف واحد 6 شهور ولا واحد العام ومشى دار واحد المدرسه ديال التكوين الاخراج وضبط يعني خاصو يكون متمكن ومكون في هذاك المجال وما كاينش مشكل. شكرا لك سي حميد بزاف على جميع المعلومات اللي عطيتينا بها اليوم وجميع التفاصيل لا حول الاعمال ديالك ولا حول الانجازات ديالك ومسارك الفني. فهكا وصلنا نهايه لقائنا مشاهدينا، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.